طب العقرب واضح انه عاطفيا يعني متداس عليه، يعني هو مش لا متداس عليه عاطفيا. بس خلينا نشوف ونقول حاجة حاجة كده. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة طلع لنا ويل اوف فورتشن، الحظ. الحظ هيكون معانا احسن الفترة دي الشهر ده، وهتلاحظوا ان الحظ معاكوا احسن، والحاجات اللي كانت بتبقى معصلجة ومعلقة دي هتبتدي تتسهل، متيسرة، هتبتدي تتيسر ان شاء الله. تغير، في تغير هيحصل، دايرة حلوة جدا هتلف كده بينا ان شاء الله لحاجة كويسة، والحاجات المتعصرة واقفة ان شاء الله هتتسهل. طيب هنا عندي حزن وألم، معرفش انت فقدت ايه يا عقرب، في حاجة انت مفتقدها او فقدتها، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون صديق، الله اعلم، هيبان لي في العلاقة العاطفية، بس واضح عندي ان انت مجروح جدا، في حالة انسحاب وانسحاب، زعلان، حاسس بخسارة شديدة، حاسس بخسارة، وحاسس لا يعني محبط، في حالة احباط. طيب في فراق، هو واضح ان الموضوع ده فيه فراق من حاجة معينة، بعدت عن شخص معين او شخص بعد عنك، وكان بينكم حاجات كتير قوي 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 وكلها هانت عليكم او عليه وبعدته، في بعد. اوكي بس الألم والحزن اللي انت فيه ده، ويا رب اكون صح، ده اللي انا شايفاه من طاقة الكروت. الألم والحزن اللي انت فيه ده، عارفين يعني كلام ربنا لما قال لنا وعسى ان تكرهوا شيئا، في انهيار فعلا لشيء، في شيء في حياتك انهار، وقع فجأة، بس الشيء ده ما كانش كويس ليك، الشيء ده كان بيأذيك، ما كانش كويس، كان بيضرك. ثانك يو وليد. ما تزعلش، ما تزعلش، لان هتعرف حكمة ربنا ايه في اللي حصل ده قدام شوية، قدام شوية هتعرفه، وهو طبعا اكيد في حكمة، اي حاجة بتحصل ليها حكمة. طبعا زعلان ومنغمس في ذاتك، ومفيش حاجة زي ما تقول مش طايق حد، عايز تتكلم مع حد، ولا عايز تشوف حد، ولا عايز تقعد بس مع نفسك. طيب ما داقت الا لما فرجت، هتفرج بقى من حته تانية خالص. اول حاجه هنبعد عن المشاكل، شايفين الميه اللي عماله بتتحرك جامد دي، دي مشاكل، دي حاجات كانت عامله لك توتر، انت بتعدي ورايح على الهدوء بقى، الميه الثابته، الميه رايقه. وكمان بيقول لك يا عقرب، انت في ناس مسؤوله منك، انت اللي لازم تخلي بالك عليهم، انت اللي لازم تعدي بيهم من المحن او من الحته الخطيره دي، وتروح بيهم لحته اكثر امانا، في ناس بيعتمدوا عليك، انت اللي بتقود المركب. اوكي انتبه للمسؤوليه دي. طيب فرجت ان شاء الله الحاله الماديه، الحاله الماديه فيها تحسن كويس قوي ان شاء الله، هتحس باكتفاء من الناحيه الماديه، مش ناقصك حاجه، الحمد لله الدنيا عندك ماديا هتبقى كويسه قوي قوي الشهر ده، هتحس بتحسن فيها. الموضوع اللي فيه الفراق على الحزن ده، ده ناجم عن مشاكل كتير قوي حصلت، مشاكل كتير قوي وفيها اطراف كتير جدا جدا جدا، فبليز بقى يعني انا حابة قوي ان ده يجي بعد ده. شايفين الخناقات والمشاكل اهم، دي المية دي اللي عمالة تتشقلب دي، سيبها بقى وامشي، اديها ظهرك وامشي، روح على الهدوء واستقبل بقى الحاجات الكويسة اللي هتجيلك. بعد انهيار البرج ده الشمس هتطلع يا عقرب، الشمس هتطلع وهتبان لك حقايق وحاجات انت كنت كانت مستخبية عنك، انت ما كنتش شايفها، زي ما تقولوا البرج ده كان عامل غشاوة على عينيك، فهتبتدي تشوف الصورة اوضح. فما تزعلش ان شاء الله الدنيا هتظبط، حظ معانا ان شاء الله، الحاجات المتعصرة واقفة دي وقاعد انت مستنيها باذن الله العجلة هتدور، عجلة الحظ هتدور. وكمان في حاجة، في سفر. اوكي جايز يكون العلاقة اللي انت كنت فيها دي كانت مكتفاك، كانت مخليك مش عارف تتحرك، انت دلوقتي حر، بص حر ازاي. مش لازم تكون علاقه عاطفيه على فكره، ممكن تكون علاقه اي شكل من اشكال العلاقات، يعني ممكن تكون علاقتك بصديق او حد من اهلك. البعد ده هيخليك حر، عندك سفر وعندك تغيير بيئه، او هتغير بيت، يعني في حاجه عندك كويسه قوي، وان شاء الله هيكون
وشها حلو عليك، الحاله الماديه عندك هتتطور جدا يا عقرب. اللي عايز يمشي يمشي، وبالذات لو هو كان مسبب المشاكل دي كلها يتفضل يمشي. باي 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 باي، مع السلامه. لو عرف غلطه يرجع تاني، حبيته ترجعه اهلا وسهلا، ما حبيتوش ده شيء يرجع لكم، بس فعلا خير لكم. مش بس عشان دي حكمه ربنا يعني، لا هو انا شفت ده فعلا انه هيبقى فعلا خير لكم، ما تزعلوش. موجوده في القراءه ان الانهيار او الحاجه اللي حصلت دي في مصلحتك. تعالوا نشوف الحاله العاطفيه. هي الحاله العاطفيه من تمام يا رولتي، خلاص يبقى العذراء بعد بكره. طيب بصوا حبايبي، العقرب عايز ايه؟ العقرب عايز يتحرك، هو متكتف، حاسس ان هو مش عارف يتحرك. يمكن حابب شريكه قوي ومش قادر يبعد عنه، ومستحرم او خايف من التوابع للانفصال، بس هو نفسه يتحرك بس مش قادر. مربوط بسلاسل، هو حاسس ان هو مربوط بسلاسل ونفسه يتحرك بس مش قادر. الكارت ده قلنا برضو الشيطان ده انا بقى بيدل لي، وتاكدت خلاص، اتاكدت من كذا قرايه ومن كذا تجربه انه ممكن يكون سحر او حسد. بس لو ما فرضناش الفرضيه دي فهو في حاله ادمان للشريك، مش قادر يبعد عنه، مش قادر، وحاسس ان هو لو بعد عنه هيموت. بس اللي انا بقوله له ان السلاسل مفكوكه على فكره، انت ممكن تمشي وتتحرك عادي خالص، وبالعكس افتكر ان بعدك دلوقتي هو الصح. شريكك الناحيه الثانيه مش مركز معاك خالص على فكره، والله اعلم. شايف شريكك ازاي؟ مشاعر وحب وولاده اطفال وحاجه يعني منتهى رومانسيه. ايس اوف كابس. طيب شريكك عايز ايه؟ شريكك عايز يحسن قرار، هو محتار مش عارف يعمل ايه، عمال بيضيع وقت، هو بيضيع وقت ما بيعملش حاجه. عايز مرحله جديده، وانا شايف ان هو عايز المرحله الجديده تكون لوحده، عايز يبعد يعني مع نفسه. كويس. شايفك ازاي؟ شايفك خير، هو شايفك بصوره كويسه، يعني هو ما قداموش حل تاني غير يشوفك بصوره كويسه، لان انت ما بتديلوش غير كل حب الصراحه، فهو شايفك خير ورزق من ربنا. حلو جدا. بس هو بقى من الناحيه الثانيه قابل الخير ده ازاي؟ قابل النعمه دي ازاي؟ ما مش 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 كما يجب. الطاقه ما بيكون فيها هروب، في حد بيهرب. وافتكر ده الشريك. لو هتقدر تبعد يا عقرب ابعد، ابعد الفتره دي، ابعد شويه، خليه يحس بعدك هيكون عامل ازاي، فيبتدي راجع نفسه تاني. طول ما انت قدامه كده مش هيعمل حاجه. في عيله جديده، يعني البعد ده مش اخر الموضوع، الموضوع ما خلصش، مفيش انفصال، بس هو محتاج يتعلم حاجه. شريكك محتاج يتعلم ازاي يحافظ عليك وازاي يعاملك بطريقه احسن. وشايفه فرح الناس اللي لسه ما كمل، يعني ما اتجوزوش او ما عملوش ارتباط رسمي، هيتم ان شاء الله. بس ايه، في حركه كده لازم تتعمل الاول، ولازم شريكك يتاكد انك انت لا مش حاسس انت هتموت من غيره. الموضوع ده بيقتل على فكره اي علاقه، اي علاقه ولد او بنت اعكسوها. لو انا حسيت ان شريكي من غيري هيموت، لا هموته. فاهمين قصدي؟ لا، لازم يبقى عارف برضه مجال، لا ده ممكن يعيش لوحده وينساني اصلا، فتبتدي تتمسك بيه اكتر. هي دي، ده احنا بني ادمين كده، ربنا خلقنا كده. في بقى بعدها شوية يعني مكابرة، في انتوا في حالة حرب او مش حرب، مش انتوا اللي بتحاربوا بعض، انتوا السيتويشن بتاعتكم، العلاقة نفسها فيها شوية تحديات، وانتوا واقفين ولا فارق معاكم. العلاقة هتظبط يا عقرب، بس دلوقتي نصيحتي ليك، ويا ريت يا ريت تعمل بيها، خد لك ساتر، يعني خد جنب كده، وخلي شريكك بقى كده يحسم قراراته اللي هو مش عارف يحسمها دي، ومعلقة بكل ده يحسمها بعيد عنك. طيب هقول لكم على حاجه. اول حاجه يا عقرب، الحاله الماديه عندنا بتتطور ببطء، يعني بموت فيكم كلكم والله،
بتتطلب اجور. يعني ايه؟ يعني شويه شويه في المصروف، نبتدي نصرف في الحاجات اللي ليها لازمه، بلاك فرايداي والحاجات اللي جابت اجلنا دي، بالراحه نصرف الحاجات اللي احنا محتاجينها فقط فقط. الحاله الماديه بتطور هبوط الشهر ده يا جماعه، نركز. انا شايفه قدامي عمل جديد للعقرب، الناس اللي ما بتشتغلش او مستنيه شغل باذن الله في شغل جديد جاي، الناس اللي بتشتغل اوريدي. حاضر يا حسام، هرد على سؤالك. حاضر. الناس اللي بتشتغل اوريدي ممكن يكون عندها تغيير في الشغل، يعني هيروحوا شغل جديد، هياخدوا تريننج معين، في عندهم حركه بتحصل في الشغل، او هياخدوا حتى دوره تدريبيه، في حاجه عندهم حركه بتحصل في مجال العمل. كويس قوي قوي. في عندي كمان ورق حكومي، جاستس. لو هو مش ورق حكومي زي مثلا ورق جامعه، ورق مدرسه، ورق قرض، ورق قضيه، اي حاجه تخص الحكومه، فهو ممكن يكون العقرب اساء الحكم على شخص معين. اساء الحكم، انا تظهر لي بعديه على طول حكم نهائي. اوكي، واطلق حكم نهائي. يا رب ما يكون العقرب اطلق حكم نهائي في ظلم او في خطأ. راجع نفسك يا عقرب، المرحلة اللي انت عمال تحكم فيها وتطلق فيها احكام دي، انك انت تطلق احكام صحيحة. صفي ذهنك وقيم الامور وحط نفسك مكان الشخص الثاني قبل ما تطلق اي احكام نهائية. ده كمان ممكن يكون معناه، معافاة. العقرب اللي كانوا عندهم اي، بعد الشر ربنا يعافي الكل، اي امراض جسديه او نفسيه او اي حاجه من الحاجات دي، ان شاء الله بيصحوا وبيصحوا وبيفوقوا، والدنيا عندهم ان شاء الله يعني بتتحرك كده، الحمد لله في معافاه من المرض. في عندي كمان the world، في اكتمال دائره. اللي شغالين على حاجه دلوقتي يا جماعه، اللي شغالين على projects، اللي داخلين مشاريع، اللي بيعملوا اي حاجه، عندهم اكتمال دائره، نجاح في كل حاجه، ان شاء الله ناجحين. وبصوا بقى النتيجة بتاعتها مغامرة، حاسس ان هو مغامرة وثقته في نفسه عالية جدا ومتفائل، والدنيا عنده كويسة جدا، وزي ما انتوا شايفين كارت اصفر والشمس طالعة تجنن تجنن. بس عقرب خلي بالك انت متهور شوية، عندك شوية اندفاع، خلي بالك لان زي ما انتوا شايفين هنا الارض خلصت وهو مكمل، فخلي بالك من خطوتك. شايفة قدامي عمل، حاجة انت بذلت فيها مجهود كتير 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 وما كنتش بتلاقي مردود، او تلاقي مكافأة، او تلاقي حاجة مردود، يعني المردود ان شاء الله هيبان دلوقتي، هيبان معاك دلوقتي يا عقرب. حاجة اشتغلت عليها كتير، او زي ما احنا اتعودنا من الكارت ده، عملت خير في حد، ساعدت حد، وقفت جنب حد، بيترد لك دلوقتي. شايفة قدامي صبر وانتظار، مستني شيء. الحالة العاطفية عندك مش باينة خالص في القراية الجنرال، ولا كوباية ولا كوباية. هل ده معناه ان حالتك العاطفية مستقرة للدرجات دي يا عقرب؟ انا مش عارفة، بس انا شايفة صبر وانتظار. هنشوف دلوقتي. في عندي هنا فور اوف بنتكلز، ده زي ما انتم شايفين رابط على حاجه، ماسك على حاجه، شايفين كوين فوق راسه، واحد بين ايديه واتنين ماسك عليهم تحت رجليه. ده معناه ايه؟ ده معناه انك يا اما ماسك على فلوس، مش عايز تصرف فلوس او تدي فلوس، ولو الحاله الماديه دلوقتي مش مظبطه فانت عليك كل الحق ان انت تعمل كده، او ماسك على مشاعر، ماسك على اهتمام، في حاجه انت مقرط عليها شويه. اللي بيقول لي ذا فول، ايوه الكارت ده فعلا اسمه ذا فول، وبيوحي بالطيبه وبيوحي بالتلقائيه والعفويه. كارت جميل جدا على فكره، مش معناه ذا فول يعني اهبل، لا خالص، بمعنى طيبه ومعناه عفويه، وهو فعلا العقرب كده. في عندي هنا حالة دفاع عن النفس يا عقرب، في حالة دفاع عن النفس شديدة أو حالة منافسة شديدة جدا. شكل النهاية أو الريزلت من الموضوع ده حاجة حلوة، يعني لو هي حالة منافسة فأنت إن شاء الله هتكسب المنافسة دي، لو هي حالة دفاع عن النفس
انت هتدافع عن نفسك مظبوط وهتثبت حقك. واضح جدا ان في بعدها عملية حالة من الفخر هنا. I did it. ان شاء الله you're gonna do it. والكتاب ده كمان بيوصفك يا عقرب، انت شخص حساس وعندك عزة نفس وما بتحبش ابدا حد يزعلك او يدوسك على طرف، انت فعلا حساس جدا جدا. وكمان زي ما قلنا ده بيوحي ان الحاله الماديه بتتطور ببطء يا عقرب، خلي بالك من مصروفك. هلخص القرايه بسرعه. هنا في عمل جديد للناس اللي ما بتشتغلش، ان شاء الله في عمل جديد للناس اللي بتشتغل. في تغيير في حاله العمل، يعني بتغير ديبارتمنت، رايح من مكان لمكان تاني او بتاخد دوره تدريبيه في حاجه معينه. عندنا كمان هنا الجاستس، اما انه انت ظلمت حد او اطلقت حكم مش صحيح او تقييم حتى مش صحيح على حد، او انت بتعمل ورق حكومي. عندنا هنا كمان معافاه من مرض، حاجه كانت تعباك ممكن تكون نفسيا او جسديا، وان شاء الله بتفوق وبتصح، او تطلق حكم نهائي. اللي محسس ان هو حكم نهائي ان في قبلها عمليه اصدار احكام فعلا. فخلي بالك يا عقرب، اتاكد بس ان انت مش بتظلم حد، علشان انتوا عارفين ترجع تاني، يعني بتظلم بتتظلم. اوكي تعالى تعالى تعالى، انا بص بقى النهارده انا مش قادره اخد ودي كتير، اي حد هيضايقني هعمل له بلوك، اي حد. فبليز اللي مش عاجبه اللايف يخرج بليز. في هنا حالة نجاح واكتمال دائرة للي بيشتغلوا دلوقتي عاملين على حاجة أو داخلين مشروع، عندهم إن شاء الله نجاح، وزي ما تقولوا حاسين بفخر واللي حواليهم مفتخرين بيهم وباللي بيعملوه. مردود عمل طال إن شاء الله بيجي دلوقتي، بتجني ثمار حاجات أنت اشتغلت عليها قبل كده. شايفة صبر وانتظار لشيء معين، هنعرف شكل الصبر ده ليه علاقة بالحالة العاطفية، هيبان دلوقتي حالا. في هنا ماسك على مشاعر، ماسك على فلوس، ماسك على اهتمام، مقرط على حاجه. لو هي فلوس انا معاك اعمل ده، لو هو اهتمام بليز لا ادي اهتمام اكتر من كده. لا يا سلمى ده انت حبيبه قلب، ده واحد تاني. هنا في حاله دفاع عن النفس او حاله منافسه شديده عندك يا عقرب، يعني لا تفقد اتزانك. ان شاء الله هتطلع من الموضوع ده كسبان وهتثبت حق، هتثبت حقك. اللي بيقول لي واللي اتظلم رنين، هتثبتي حقك. في حاله دفاع عن النفس هنا انا شايفاها، لا انا ما عملتش ده مش صح، هتثبت حق، هتثبتي حقك وهتطلعي ان شاء الله من الموضوع اما يعني متصافيين ومتراضين، او انت على الاقل كسبانه. ده داخله مغامره وحاسه طاقته ايجابيه جدا، شخص عفوي زي ما قلنا وبيتكلم عن اللي جواه من غير ما يفكر. هنا في حالة مادية بتتطور ببطء وعزة نفس كده، ويعني تطلع للمستقبل، أنا شايفاه في كمان تطلع للمستقبل كويس قوي. أنا حاسة إن الحاجات دي هيبقى ليها تأثير كويس عليك، النجاح والخير اللي أنت بتحصده دلوقتي.